الرقابة. مقاومة الفساد يعني ما نجموش نقوله يعني الثورة قامت من أهداف الثورة هي مقاومة الفساد، ولكن ظهور الفساد والاستبداد، ولكن الأمور أنا يعني مارستها في خنجي طول الملف الطاقة، ناخذ ملف الطاقة ولا الملفات في وزارة الصناعة، يعني من اللي دخلنا كانت الأمور واضحة، أيا كان يثبت عليه كونه مارس فساد من قريب ومن بعيد يسلط عليه القانون، ولكن ما نجموش نسلطوا عليه القانون بإشاعات فيسبوك. تبدأ واضحين المنهجية شنية، كانت كل ما تتشكل لنا قناعة كونه فما شكوك حقيقية نعديوها على الانسبكسيون، كل ما نشوفوا بعض البوادر متاع البروف يعني الإثباتات نعديوها على القضاء وعنا ملفات في القضاء. في الطاقة فما إشكالين، فما اللي نحكيوا عليه فساد، فما شكون يقول لك القانون اللي معمول القانون جاير، وفما الفساد حسب القانون الموجود يعني خالفنا تطبيق القانون. هذا حكينا عليه كيفاش في المنهجية. في الآخر صحيح ممكن فيه قوانين اللي ما تبدلتش عندها مدة، احنا بدينا في مراجعة مجلة المحروقات كيما طلبنا موضوع الملح نحكيه عليه. صحيح انا شفت مرة حضرت في موضوع الملح طالبين زادة مراجعة مجلة المناجم اللي ما تراجعتش عندها حاجة، وهذا صحيح وإن شاء الله كيف بدينا نخدموا فيها في وزارة الصناعة وإن شاء الله هنشاركوا. نعم موجود توا فما 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 حاجة تبدلت كونه الثروات الدسترت اليوم مجبورين باش نراجعوا العقود، ولكن يلزم نعرفوا اللي الامور ماشي بالسهوله هذه، يلزم نحطوا اللجان، يلزم نلقاو الخبرات المستقله زاد كيف، وهذا يتطلب تنظيم وان شاء الله بشويه. ولكن الحاجه نحب ناكد عليها بالله خلينا نبعدوا على المحاسبات اللي مبنيه على فيسبوك لا اكثر لا اقل، نمشيو بمنهجيه اللي هي واضحه. وهذاك علاش فما شكون يقول لي عرش شان دوتي شان ساعقبل كل شيء ما تبعتهاش، كان باش نتبع كل ما يقال في البريس ما صعيبه شويه، لا ما نعرفش شنو اللي قالت، بالحق ما نعرفش شنو اللي قالت، دونك ما نجمش نجاوبك عليها. لا ما نعرفش شنو الواحد يظهر لي. نعم شوف على الوزراء يعني فسرت لكم بكري. نعم.